أزال المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم أنت تسأل والإنجيل يجيب سعدنا ويشرفنا أن نرحب بخادم الرب الدكتور حليم حسب الله أهلا وسهلا بك أهلا بك بيك يا خالد دكتور حليم مازال الحديث عن المحبة الإلهية ومازال الآية الجميلة في نشيد الأنشاد 8 اجعلني كخاتم على قلبك خاتم على ساعدك لأن المحبة قوية كالموت الغيرة قاسية كالهاوية لهيبها لهيب النار لذا الرب مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها تناولنا في الحلقة السابقة عن المحبة قوية كالموت لكن النهاردة عندنا سؤال مهم جدا ماذا تعني أن المحبة لهيبها لهيب نار لذا الرب ومياه كثير لا تطفئها المنطق الطبيعي النار بتطفي بالميه، طب يعني نفسنا نعرف ايه اللي يقصد به التعبير ده؟ الحقيقه التعبيرات اللي ذكرت في سفر نشيد الانشاد من التعبيرات الجميله في التشبيهات نعم. الرائعه اللي حطها الروح القدس لينا عن اوصاف المحبه. نعم. فوضع الوصف الأولان المحبه قويه كالموت وشفنا مع بعض المق... التشابه بين الموت وقوة وبين المحبة, المحبة نعم في قوتهما نعم فالمحبة مش كالموت لكن المحبة قوية كالموت أي لها نعم قوة شمولية تشمل جميع البشر لا تفرق بين الكبير ولا الصغير ولا تحد بمكان معين وزمان معين ولا تفرق بين صبي صغير أو رجل عجوز فهي تشمل الكل بدون استثناء ومن حق الجميع أن يستمتعوا بها لكن حط تشبيه تاني كمان اللي هو شبهها بالنار فابسط الاشياء النار الميه تطفيها نعم يعني الطبيعه الم... الطبيعية بالضبط كده طبيعي الميه تطفي النار لكن الغريب ان قال ان مياه كثيره نعم. لا تطفي المحبه يعني مهما كانت المياه غزيره وكثيره لكن لا يمكن أن توقف على الإطلاق المحبة المية آه تطفي النار لكن دي بيقول عنها نار المية ما تطفهاش دي المحبة الإلهية دي المحبة الإلهية نار في فاعليتها لها قوة تأثير انت عارف النار بتعمل ايه بتحرق مم. أي حاجة تشتعل فيها النار أو تولع فيها النار بتخليها رماد لما تقرأ عن امطر الرب نارا وكبريتا على من عند الرب مم. على سدوم وعموره يقول الرسول بطرس رمدهما يعني خلاها رماد فالنار بتلتهم كل شيء وتحوله من شيء مادي ليه كيانه الى رماد مم. يعني شوف قوه النار شكلها ايه رغم قوتها هذه لكن الميه لما تيجي عليها تخلي النار تخمد محبه المسيح بقى في قوتها تصل الى الكل بحيث انها لو وصلت الى اي خاطي فاجر تحوله الى قديس تحرق هشيم الخطيه وتغيره وتنقي كل المحبه الالهيه بتنقي الكيان والحياه نعم. وتحرر من سلطان ابليس وسلطان الخطيه وسلطان الشهوه وتخلي الانسان يهتف حررني يسوع قوه غير عاديه حارقه وعلى فكره كلمه الله مشبهه بنفس التشبيه كلمه الله مطرقه نعم. ونار نعم فهي تنقي وتصحي وتفوق حط الذهب في النار يلمع مش هي برامات لكن يتناقى فمحبه الله في قوتها زي النار اللي بتنقي وتنظف وتحرق الخطيه تشيلها تنهيها مم. ليه؟ لان المحبه الالهيه اوجدت الامكانيه اللي بيها يقدر يغفر خطايانا يعني الكتاب يقول بدون سفك دم لا تحصل مغفره لا تحصل مغفره المحبه جعلت ابن الله يبذل نفسه ويسفك دمه الكريم. واصبح الدم الكريم اللي سال على الصليب له قوه فاعليه غير عاديه يطهر من كل خطيه. يقدس الحياه الى الى درجه اني نبقى مشابهين صوره ابنه. دم المسيح اساس الغفران واساس التطهير اساس التقديس اساس نوال الحياه الجديده اساس عبور القضاء والدينونه عننا. فدي فاعليه وقوه دم المسيح. طيب شر الانسان مش ممكن يطفي هذا اللهيب؟ وخلي المسيح يتراجع عن اتمام مشروع وعمل الصليب؟ اطلاقا ما احنا محتاجين للدم مم. علشان يسفك دمه لازم يموت ولازم يصلب بالطريقه والكيفيه اللي قال عنها الوحي. ايوه. طيب ناس ما يستهلوش ورفعوا رايه العناد والعداء عليه. ده مش ممكن يطفي المحبة دي؟ يعني أنا بشوفها كتير، واحد يقول لك فلان ده كنت بحبه محبة لكن أذاني أذاني عشان كده مش قادر أحبه، شوف اتغير إزاي؟ للأسف فمجرد شوية أشياء اتعملت ضده منه غير فكرة رأيه والمحبة حصل لها إيه؟ اتطفت وانتهت. طيب إحنا رفينا رفعنا راية العناد إنجاز التعبير وإن كانوا قالوها يهود لكن دي لغة كل واحد لا, لا نريد أن هذا يملك علينا دي لغة البشر وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا مم. لا نريد هذا اطلق لنا باراباس قاتل لص اصلب هذا يسوع اصلبه ده. اصلبه دي صرخة كل واحد حتى أن الرسول بطرس في أعمال الرسل يقول لهم كده يقول رئيس الحياة قتلتموه نعم. وطلبت أن يطلق لكم لص وقاتل اللي هو باراباس طب ده مش يطفي محبة المسيح اطلاقا مياه كثيرة لا تطفئ المحبة أنت تعرف أن كان قدام الرب يسوع المسيح طرق متعددة يترك الصليب طبعا هذكر البعض منها مش كلها زي ما قال من عند الآب خرجت وإلى الآب أعود أعود كان ممكن يرجع للاب من غير ما يتصل تمام لما جاء يهوذا الخاين يسلمه كان عارف المكان وكان ليل لما راح يجيب الناس اللي بعلوهم الرب يسوع مم. كان ممكن الرب يسوع انجاز التعبير باللغه العاميه يعطيه مقلب يغير المكان بالظبط يجوا ما يلاقوهوش يدوا علقه محترمه لكن لا الرب عارف وقال لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلمة ولذلك ما هربش من المكان انتظرهم حاجة ثالثة لما جو قالوا قال لهم ما تطلبون في يوحنا 18 كان ممكن يقول اي حاجة أنه أنا, هو قالوا, قالوا له يسوع الناصري دليل لهم أنا على ان الظلمة مش مسعفة اياهم يعرفوه مش عارفين قال لهم انا هو مش مرة مرتين وقع على لما وقع على وجوههم كان ممكن يقوموا بلومش. من مجده بهائه طب ما شاول الترسس وقع على وشه بالظبط لكن بقي رسوله تلميذ كان ممكن يخليهم رسل وتلاميذ نعم. لما يوقف يغيرهم ويضمهم لولائه لكن قال لهم تاني ان كنتم تطلبونني دعوا هؤلاء يذهبون اما انا هو ما هربش حاجه تانية كمان لما وقف في المحاكمه قدام بيلاطس كان ممكن يدافع عن نفسه لكن ما دفعش اطلاقا لأنه عارف ان هو جاي علشان يموت و جاي خصيصا لهذا الامر كان لما بيلاطس نعم. أرسل لهيرودس كان هيرودس ممكن الرب يعمل معجزه قدامه وكان يطلقه لكن الرب رفض ان يصنع معجزه لان جاي علشان يتصل لما بطرس مسك سيفه وضرب مالخس عبد رئيس الكهنه ايه اللي حصل قال له نعم. رد السيف نعم. الى الغنم نعم. الذين ياخذون بالسيف بالسيف, بالسيف ياخذون, يأخذون. وخد ودنه مال خسرك اسمه ايه ده العبد وحط له ودنه تاني حط له ودنه تاني يعني عمل معجزه قدامهم قال قادر يديهم قناعه ويقبلوه مم. ما شجعش بطرس على ضرب السيوف قال له رد السيف الى الغيم لا ده مش كده وبس قال له في سلطاني اطلب 12 جيش من ابي من الملائكه ملاك واحد قتل 185 ألف نعم إراك لما يطلب 12 جيش كل جيش قوته كم ألف أنا أعتقد كم فجروا الأرض واللي طبعا. طبعا. فيه لكن ما عملهاش ما عملهاش إذا الرب يسوع كان أمامه لا طريق بل طرق متعددة لترك الصليب ويسيب البشر يتخبطوا في خطاياهم ويهلكوا وإنجاز التعبير يروحوا جهنم يروحوا جهنم لكنه ضحى بنفسه ولم يتراجع نعم. عن إتمام هذا العمل وقول الكتاب عن هذا العمل السرور من أجل السرور الموضوع, الموضوع أمامه, أمامه. لقد الصليب. رأى في الصليب سرور كامل لأن مجد للآب مجد لله وخلاص لنا احنا الخطاة عشان كده السيول المياه الكثيرة مياه لا أرضية لا تطفئ, لا تطفئ محبة الله عناد الإنسان تمرد الإنسان عدم قبول الإنسان لشخص المسيح هذا هو الوارث هلما فنقتله كل هذه الأمور لم تعطي للمسيح مجالا للتراجع من إظهار محبته لنا نحن البشر بل ضحى بحياته بصورة واضحة وكاملة رغبة منه غير مجبر والسبب المحب. لأنه أحبنا نعم سيول كثيرة لا تستطيع أن تطفئ آسف مياه كثيرة لا تستطيع لا تستطيع أن تطفئ المحبة المحبة أفتكر زمان كان حصل في سيول عندنا في البلد اللي أنا كنت عايش فيها في مصر والسيول نزلت من على الجبال فجرت التنكات بتاعة البنزين النقل بتاع الطيران فولع فتخيل بقى الميه تيارها شديد نازل وحاملة البنزين مشتعل بالنار فالمية كانت شايلة النار وماشية بيها ما قدرتش تطفيها ده خلاني اتذكرت محبة المسيح مياه كثيرة شر الإنسان لم يطفئها كل ما قاله الإنسان لم يطفئها بل هذه المحبة كانت ملتهبة ومشتعلة فيه والسبب لأنه يسر بخلاص الإنسان مش عاوز يهلكنا ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك انها محبه قويه كالموت ومياه كثيره لا تستطيع ان تطفئ المحبه لم تعطي مجالا لتراجع المسيح اطلاقا عن اتمام مشروع الفداء وهذه المهمه التي لاجلها جاء قال هذا التعبير الجميل لاجل هذه الساعه قد انا أتيت. قد اتيت كان قدامه يعمل زي ما عمل في جبل الناصرة حبوا يرموه من على الجبل لكن مضى وكان قدامه مسكوه مرة عاوزين يرجموه مضى وسطهم لكن في هذه المرة لأن الساعة قد جاءت سلم نفسه للموت لأنه يحبنا فلم تسنيه يسنيه شر الإنسان من التراجع إطلاقا عن محبته نعم مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ محبة المسيح مهما كان عنادك مهما كان شرك مهما كان فسادك فإن محبة المسيح أقوى محبة المسيح أعظم هي لتغير حتى لو كان قلبك قاسيا وتحول القلب الحجري إلى قلب لحمي بدعوك النهاردة أن محبة المسيح تغمرك فتخلصك فتغيرك فتكون حرا ومستمتع بحب المسيح إننا نلتقي حبائنا مشاهدين لحلقة قادمة من برنامجكم أنت تسأل والانجيل يجيب الرب يكون معكم